أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ساق الله أيام زمان. إحنا اليوم في قرية فلامي، هذه الحلة القشيبة، الأرض الرائعة بأهلها. أسعد وإياكم في لقاء الحج أبو خالد وأم خالد، أهلا وسهلا فيكم. إحنا هسا قاعدين تحت شجرة بقولولها دوم. الحمد لله. الدوم بيشبه العناب. بتاكلوا منه هذا الدوم؟ نوكل. بس هذا فيه دبابير وفيه اشي بصير. مش لا باكل حبة مستويين مستوية. باكلوا هذا. انت اللي زرعتها هذه ولا هي طلعت لحالها؟ لحالها طلعت. هذا ما حداش بزرعوا الدوم. لا طلعت والله لحالها. يعني بتسمعها الاغنيه اللي بتقول على العين على الدوم عيني على الدوم وجاب امبارح لليوم واليوم كم واليوم الدنيا عتمي وامبارح قمر ونجوم ايوه وعلى الدوم عيني على الدوم اهلا وسهلا يا حجي الله يبارك فيك وعلى الدوم يا بن سيدي وجسر الهوى حديدي الهوى ايدك في قلبي دي وطلع تنشم الهوى وعلى الدوم عيني على الدوم وش جاب امبارح؟ لليوم اهلا وسهلا يا حجي كتلنا ولا تجوزنا احنا واحنا صغار يعني بكى انا عمري 12 وهو بكى عمره 11 يا بي هالفضيحه صليت على النبي والله ان اجبرين الحمد لله رب العالمين الحكت والله كانت اللحم ابشلم خمس كروش والله الحكتها وهي بخمس كروش والحمد لله ومضينا وجبنا وخلفنا في جيوس عندها لا والحمد لله رب العالمين هذا وانت في جيوس مش وانتي هلا في جيوس ولما جيتي على فلامية الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمد الله وخلفنا والحمد لله رب العالمين قديش بكى عمرك بكى عمري 12 سنة 12 سنة وبكى عمره 11 كيف عشتوا مع بعض عشنا الحمد لله رب العالمين ضحنا مضينا الحمد لله طيب خرفينا عن يوم العرس شو صار معكم يا حبيبي احنا مصبودين على هالتراسي ومغمغنا في هالمنديل الاخضر وهو قاعد فيزيكي قاعدين قامت عبرت خالته وصارت البنت تعيط انتم مش شايفين البنت احنا مش شايفينها مش دارين فيها خليك احنا مش دارين وقامت طلت تعال يا سيدي تعال فتحت تعال الباب تعال وعبرت فتح لها وعبرت البنت لقتنا مغمغين وقاعدين طيب وبكى يشتغل؟ بكى يشتغل ولا ماله؟ عمره 11 سنة؟ والله بكى يشتغل بكى عنا غنم وبكى عنا بكر وبكى عنا خيل يعني بكى زلمي أيام ها؟ بدريش أنا بكيت في الدار الحمد لله شايف علي؟ وبكيت أصرح مع هالغنم وأروح وأحرص هذا الحكي سنة 43؟ هذا من 43 ورا ضلينا يا سيدي سنة الخمسين عرفنا في الحرس الوطني بس قبل هيك يعني لما جوزوك ابن 11 سنة ابن 11 سنة بكى ما هو جوزت سنة 43 سنة 43 43 طب لا بكى جايب مصاري الساعة ولا بكى جايب اشي يا حجي جوزوا أبوه جوزني أبوي ما هو جوزني أبوي اللي جوزني مع أنه قال وحداني يا سيدي بده مشان يتكسر العيلة يتكسر العيلة وقامت العيلة كسرت كديش دفعت سياكها؟ دفعت حكا 230 ليرة حكا 230 عليش جابوك من جيوس على جمل؟ على الأصيلة على فرس أصيلة على فرس أصيلة فرس أصيلة اللي كرع والفرس منعون أبو أصحابها محزيين مش الزحلك انت عاد بدك تزحلك بدك تزحلك ما زحلكتش مشان تخلص منها بدي اخلص كمل ما تصل الدار وكانت يا اخوي وصلت الدار وقعت في ركبتي يا اخوي كلادي وقعت يا اخوي وقعت شو نعمل يا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله يرضى عليهم كل انسان باكل نصيبه الله يرضى عليهم والله شفنا ايام مثل الكثار خلفت الحمد لله خلفت 12 الحمد لله رب الموجودين ست بنات وست اولاد الموجودين وراح ستة 18 مخلفة من 20 حتى وهي مدارة عن حالها الحمد لله رب خلفت يا أخو مثل اللبساس يلا حرك كنا معزبين غربة خلفت الحد صالح هناك يعني نقضيها صيف اشتا وإحنا هناك
بنفس يا اخوي الشوادر وقاعدين هنا. شو تسووا هناك؟ هناك أرض غنم؟ غنم غنامي عندنا غنم وبكر وكل شيء يعني عندنا، يعني ما نشتيش هالحته. هناك والله قلت الحال صار. انت ومين طيب؟ احنا ودار عمي بك عندهم بنات لخارة والحج والحج واحنا الجميع يعني. طب قطيع الغنم هذا الطويل العريض انو بك يحلبه؟ احنا نحلب هو يحلب واحنا نجبن. ويسرحوا معاهم بك توسع بك ومستعدين الناس. صك الله عليه الايام هذولاك. بكيتوا تجبنوا هناك؟ بكينا نجبن ويجوا جباني من صير. من صير ومن شفر جمال. يجبنوا لكم؟ ياخذوا كل يوم بعد يوم نوزن 3-4 تنجات. ياخذوا الشبكة بلاش تجيب. يعني بكضتوها سعادي انت وياه؟ الحمد لله. نعم الحمد لله. بس شفتوا ايام بتكل شافت ايام زي القطران؟ والله شفنا الحمد لله ايام زي القطران شفناها. شايف لما طلعنا من هناك من العزبه الحمد لله راحت الارض وجينا هين وما تحشرات وغنم حالب وبقر سيدنا عيشي يا يعني عيشي الحمد لله. هناك العيش وهناك الحياه والله الحمد لله. اليوم الحمد لله احنا بلف نعمه والله نسلم. هذا انتم على حدود الطيري باكي؟ على حدود الطير وجاي عند حنوته. الطير وجاي عند حنوته. عند حنوته الطير من ارض دار سيدك وشامل غربه. هذه خلت جبر. خلت جبر يرحم بيك. منها وشامل غربه. سنتين ثلاث شدناها. تزرعوها كمح وتزرعوها كمح وشرسني زرعناها ناكلي زرعناها صيفي بطيخ وفكوس. أول بطن خلفتيه قديش بك عمرك؟ 83. 83 انت 82. هي أكبر مني بسنة. ظلموني فيها هم سننونا تسنين يعني. طب انت شفتها لما اخذتها؟ ولا شفتها ولا رنغش بيرهم يا زلمي ولا شفتها ولا دبوها علي يا زلمي دبوها علي ولا شفتها ولا شافتني. ما شفت الهيرات من الفرس ومهودي من وكبلي يا اخو. راكب على الفرس ومهودي وخلص انغلب على امره. انغلب على امري. روح شو بدي اسوي؟ شو بدي اكون انا؟ وصلت. ويوم الملاك قالوا الا تجيبوا ذبايح. بس الحمد لله هسه عايش سعيد. الحمد لله. والله الحمد لله. هسه انتم بكيتوا هان لما صار الهجوم على فلاميه؟ بكيتي متجوزة؟ بكالنا أولاد. بكالكم أولاد. بكيتوا غربة ولا هان؟ بكينا هان. بكيتوا هان؟ بس الدار هذه بنيتها أنا في 66. اليهود هجموا علينا هان. هجموا علينا في 53. أجوا اليهود من وهجموا على البلد. قسم منهم ضل هان محل ما احنا قاعدين وحطوا رشاشاتهم وصاروا يضربوا، وقسم منهم غربة صاروا يضربوا على البلد. واجتنا النجدات من ورا. اجوا من جيوس ومن هان ومن هان. دشعوا وشردوا اليهود بعدين ولحقوهم. ظلوا لحقينهم مربين غربه. فاللي حصل بكى مبني السور ولا السور كان حل؟ السور مش مبني. السور انبنى بعدها. السور انبنى لما هجموا اليهود. هانا هجموا اجونا ليله الجمعه. ليله الخميس ثاني اسبوع اجونا من شمال. ثاني مره. أجونا قوي إشسيري من شمال وتقدموا على البلد. البلد وقفت وجوههم وصلنا نضرب فيهم وبلشوا لنا فيها الرشاشات والمدفعية من المزحزرة. يقصفوا في فلامي؟ يقصفوا فلامي مدفعية. يقصفوا في مكابيل البلد ومغاربها ومشاريكها ومشاميلها. فتحوا هذا جماعتهم. اليهود الله عم أقمارهم. أجوا اليهود من هان. أجوا اليهود من هان. في اثنين حرس هان شامة لما شافوا الزوال ضربوا عليهم طلقين ثلاث وقاموا رجعوا لورا. بيطلع حوالي 20-30 واحد. اليهودي اللي وراهم فتشروا انهم هذول عرب جايين يعملوا اتفاق على جماعتهم. طخوهم بلشوا فيهم رش حصدوهم حصد وحدي قتلوهم. والله عديت مشط رجل واحد منهم شارع شقة وصاروا 17 طلقة في مشط ضاربين بعضهم. ذبحوا بعضهم ولحموا بعضهم. المدفعية بكت وتضرب من المدحضرة تضرب علينا. تبع المدفعية الإشارة انقتل تبع الأسلكي. صارت المدفعية تحط كل بجهانة في بيال البلد وخمس كنابل في بينهم. لحموا بعضهم ذبحوا بعضهم بعدين انشطروا وشردوا. كيف انقتل هذا الجندي؟
هذا الجندي معه شنطة البلاطة هان معه شنطة ألغام ومعه رشاش ستين ومعه مخازن ومعه يعني مسلحين ومعه سكينة ومعه ملقة مشان يطلع عينين الإنسان إذا بلاكي هانا كلاب عيد نسمع دشاعين عليه سمي عويل عليه الحرس طلعوا هيك لها الزوايا عند الشيك بكشيكة الحرس الوطني الحرس نحن بلاد البلد سمسوين ضربوا عليه النتيجة انقتل لما انقتل صار فاعس لحاله جاي لا أنا وراه اليهود لأنه يندى من هذا واحد اسمه أبو الياس من غربة يندى يقول له يا أبو يهود داود وين بروخ يا أبو الياس وين بروخ يهود داود قال له بموت بموت والاسمع فيش في قديمة فيش عرب مش عربيين بوين أبو وبلشوا الرشاشات هالرشاشات خبط من غرب الرشاشات بلشوا ضرب علينا وإحنا نضرب وإحنا كايبين فيهم والبرود كل واحد معه برودي إحنا 10 برودات هنا كل برودي فيها 25 طلقة وأجل قائد الحرس الوطني قال ممنوع تضربوا عليهم طلقة اللي بضرب طلقة على الفاضي بدفع حق 10 قروش ومنين 10 قروش حصيرتي ما هو الواحد معه شيء طب تم الهجوم شو نعمل؟ تم الهجوم ضربنا اللي ضربناه وبعدين صرفوا لنا صندوق صندوق فشت اللي جابوا لنا معاك ابوكم معاك ابو ناس اي نعم طيب بحاجة. شو صار في يودا هذا؟ تخربش في السلك؟ يودا هذا اخذناه من هنا وعن السلك واخذناه فوتناه على البلد اجى كامل عبد القادر حاولوا ياخذوه ما طلعش بديهم لانه من مخربش تخربش السلك ومن جيت الروح وهي فاعس جيم بتين شيك في بين جريه لما طلعت روحه جبد حاله ما عرفوش الا تمسوا في ايديه وفوتوا وكيف ردوا جاي او قصوا السلك عنه او قصوا السلك لا قدروا قصوا السلك لانه طخ عليهم عن ظهر الحيطان من هان من فوق واحنا من تحت والكل طخ ما صدروش يوقفوه يردوه هربوا دشروه فجرنا ورمونا رمنا في الحاره اجى كامل عبد القادر كتيب العاشري اللي هو قول الله لا يهدي لكم بعد رمينه في المطر والسكة الناس بكت عزيمتها قويه ونفسها وشو بدها كلها الناس لما قالها الكلمه قائد كتيبي انت تجي تقول الله لا يهدي لكم بال وهيك ترمون في المطر والسكعة انهارت العالم يعني النتيجه فقال طيب حطوه في محل جرنا حطيناه في سكيفي في البلد من شامه اليهود ثاني اسبوع اجوا ليله الخميس بدهم اياه اجوا على ليله الخميس الغرفه اللي بكى فيها نسفوها ودار المختار الان احمد العبيد برضو نسفوها بكى بيت بكت مكينة اينا بس خرفنا برضو قبل ما نوفي نكته الرديسي مشجر رديسي وهو مدد رديسي هو مدد شو اسمه رديسي اسمه عبد الرؤوف اجى شلحوا البسطار مش هو اللي شلحوا البسطار شلحوا البسطار ابو المسعود تبع شهور جمال وشلحوا البسطار وشلحوا الجربات وشلحوا السطره وشلحوا الجرجاي وشلحوا البنطلون وشلحوا ولقوا راحوا صاروا يجيبوا خلق بساطير كل شقشة لبسوا اياها وخلق بنطلون لبسوه طيب كيف تم تسليمه؟ تم تسليمه قال بدكم تروحوا على الحدود بدنا نروح على الحدود اخذونا وانا رحت من الجمله حرس على الاردنيه لما بدنا نسلمه واللي هو جابوا حرس والتقينا على الحد التقينا على الحدود لما التقينا على الحدود اليهود ظلوا في السيارات الدنيا مطر شبس مطر اليهود ظلوا في السيارات تحت الشوادي تحت الشادر واحنا حطونا في عرق البلاط الاردنية وبدت علينا شت مطر اليهود بعدين استلموه وغربوا واحنا ركبوا في سياراتهم جماعتنا وشركوا وخلونا نمشي ماشي من الحد توصلنا الدور لها وهم في السيارات روحوا واحنا في هالمطر وفي هالبدله هاي لجانا من جماعة هسا قرروا بعدها يعملوا على فلامي سور قرر كلوب باشا قال لا تخافوش انا بدي ابني عليكم سور وبدي اجيب لكم لانه الجيش الاردني
بكت سرية في جبر جمال. آه. اللي مسؤول عنها من عصير الشمالية. قال له كامل عبد القادر يا سيدي فلامي راحت يا سيدي فلامي ردموها. قال له احتفظ في مراكزك لا تتقدم. احتفظ في مراكزك لا تتقدم. والخبط كايم عروسنا. آه. ما لا جندي أوامر كلوب. آه ولا واحد تقدم. طيب هانا اليهود شايف اللي العرب أجوا وش اسمه قالوا لهم تتقدموش انتوا تتقدموش انتوا كلوب باشا ثاني يوم في النهار إلا بقولوا انتوا تخافوش تعالوا أجا لا أجا معه جيش أتخافوش بدنا نحط بدنا أجيب لكم جيش أنا أظل عندكم في البلد وبدي أبني لكم سور على البلد داير ما يدور وتخافوش وأجا بنا السور وجاب جيش حطه في نص البلد وكان محروس عليهم هم نايمين طول الليل واحنا في ديال البلد هنا انتوا اللي تحرصوا على الجيش اه يكونوا هنا برا وهنا في الخنادق وهم نايمين وعملوا السور كيف اهل البلد اللي عملوه؟ لا مقاول مقاولين اللي اجوا بنوه بعد السور ما صارش اعتداءات على فلامي؟ صار اعتداءات على اللي على الحدود صار اعتداءات هنا اجوا غصوا هنا لغرب البلد هنا وصلوا وحطوا اجوا ناس من شفر جمال اجا ابن ابو المشد وابن مصطفى الشاكر جايبين مكتوب للمسؤول هان للمباشي وهم صاروا عند ضربوا الهنديه في مشاميل البلد اثرتهم رابطين على الطريق قال لهم تحت هو ورشوهم قتلوا ابن ابو ابن مصطفى الشاكر وابن ابو المشد الجراح نعم وبعدين اليهود انسحبوا من هناك اثرت اليهود جايين من هنا صاروا هان واصلين ضربوا طريقتين تنوير انه احنا صدنا وظلينا مغربين وظلوا مغربين وانسحبوا ما ضربوش اللي منها يعني ولا طلق ولا طلق من هالمره اللي ضربوا من شام انه صدنا وخلاص وظلوا مروحين هذا اللي حصل بعدها ما صارش مناوشات المساعدات اللي من الكرة اجتكم مناوشات البواردية اجت من عجون واجوا من جيوس واجوا من صير واجوا من باكا واجوا من شفر سور نخوي باكي زمان اللي ما عندوش بارودي دشع في خرطوش واللي ما عندوش خرطوش دشع في عصاته والكل دشع جناكم ولا يهمكم جناكم من هان جاي من هان هذول اليهود شردوا ظلوا مربين قالوا كتتهم نجدي بكت الناس احسن قبل بكثير سير بكت احسن ما حردتيش ولا مره ولا ما حردت أكم مرة حردتي؟ حردت ناكلك عادة شهرين كسرت البيت وراي راديو شنطوني إياها وكالي 25 دينار عليهم عليهم كان حياة عمي قال ولا يمكن تروحي إلا تجيبوا 25 أنا لحرز على شغط عمي ومنين 25 دينار؟ يا باهي منين بدهم يجيبوهن؟ بشرينا بقرة من أبو الحليو 48 ليرة بعناها ب 25 ليرة مشان نجيبها طيب ورجعت انجبرت ترجعي بطلت تحردي بطلت ما حردتيش بعدها لا طبعا ليش حردتي حردت حماتي بكت شعت شوي انت نزلتي على عيلي يعني نزلت على عيلي بكيتي كايمه فيهم كلهم لا عندي اخوات عندي خوات يا زلمه كاني ساعدينها وامي بغت قويه حد حديدي قويه نزرع هذا مليح اللي باكي صح لك لكمي في هالعيله ولا الله بيعلم اجي حياه ابوي علي على البير على البيدر الشامي لكاني بدرس على البيدر مره البكر والله انها الطرحه تجيني للهان وانا مجن يوميتها جننا صار يعيط شو بدي احكي لك عن دار ابو حلمي صار يعيط عيط يوميتها يلا ماكو شرحتين ليش انا روحتيش معهم جنة. والله اجى ابوي تاي عيدني في ديال البياره هذا قام لك قال له وين رايح قال له بدي عند البنت قال له علي الطلاق ما بتخبط في هذيك الدار رجع في هديته والله ما عيدني ولا اجى أنو الغنام اللي انسرك له غنم أو الذياب اعتدين على طرشه في هالزمنات تصحى لهذا الشغل أنت؟ هانا من هانا مش أو الضباء بس أنا انسرقت من الدار هذيك آه انسرق من عندي أربع روس غنم
ونسرق من عند محمود الكاسم مع أربع خمس رؤوس، سرقن 10-12 راس وسرقوهن. بس أيام زمان رغم إنه بكى في جوع بس بكت أحسن. أحسن. بال الناس هادية. بال الناس هادية. ولا في أحلى منها. الله الحد يأخذ الجفرة اللي اليوم بمياد. يحب 7-8 ورقات. جيب شوال الطحين وجيب كف التمر بك على زمان التمر. والله شافوا الناس كله. طبعاً. بس هادي بالهم بك الناس. أحسن من اليوم. اليوم مصاري كثير وبالهم مشعوب الناس والله يهون عليهم. طب شو شعور الواحد زمان لما بكوا أهلها ممنوعين يجوا يزوروها؟ لا حول ولا. تظل قطيعة؟ يعني شو بدها تعمل؟ مغلوب على أمرها. لا حول ولا. ما تروحش هي؟ بخلوها. أنت ما طلبتيش منه تروحي؟ هو بخليني؟ ما يخليني. أنت قلتي لي؟ طيب ولا أمني يلا. ما احنا سامحنا هسه بدناش نرجع نرد نكون بدنا نرجع نطول شخره مره. انت قلتي لي بدي اروح عند اهلي، ما قلت ليش تروحي هسه؟ تروحي اليوم عند اهلك؟ ايش راضي تروحي اليوم؟ لا ايش راضي يا عمي ولا صار وطنها ولا عزوي وراها؟ ليش بجيب لي السياره وبروح؟ تسلم وروح عند اخو جنب راس على الشماسي. الشماسني في شيء يا عمي؟ لا مختنا؟ لا والله ما هو مخطي. شو البدله اللي لبستيها يوم العرس؟ يا اخوي حمرة. حمرة؟ حمرة. بدله عرس ولا ثوب عادي؟ ثوب حمرة بدله مخمل هيك عارفين. هذا ثلاث ثياب جابوا لي. بكوا بخله ولا بكوا شرمين؟ لا ملحين عبابش ملحين. يعني بكوش بس الفقر الدنيا. الفقر. طب تسوى شو جابوا؟ شو بدهم يجيب ثوبين وخلاص. طب ومكياج وما مكياج؟ ولا مكياج. ايش مكياجك شئنا؟ والله ما شفت شيء. والله ما شفت. من هنا طلعنا ومن هنا عبرنا. ولا تحلي. ولا تحلي. بالتالي صارت تتشحل. قالوا تعمل ذنبين يا اخوي. الله يبارك فيكم ويخليكم وشكرا لكم والله يطول اعماركم. نقدر نقول انه ايام زمان رغم مرارتها بكت أحسن. والله أحسن. أمن أمان الناس لبعض. الشرف الكرامة النخوة. إذا أنت بتقول لي 10 بلاد اللي أجوا يفزعوا لفلان. والله فزع. والله فزع. الله يفزع. الله يفزع. والله يفزع. اليوم ما كسرت الناس. اليوم الله يهونها عليهم. الله يهونها. بارك الله فيكم وشكرا لكم. طيب بدكم تشربوا كم؟ إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا ونأتي إلى نهاية مشوارنا معكم لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذنه تعالى. أجمل الأماني ودائما إلى اللقاء.